حرفة عراقية تحاكي الإبداع في صناعة منتوجات من جلود الحيوانات الطبيعية، وهي أشبه بالقطع الفنية من سروج الخيل ومحفظات النقود النسائية والرجالية المنقوشة والمزينة، فضلاً عن لوحات فنية جدارية تخط فيها الآيات القرآنية بالرسم القرآني الرائع، وكذلك الحقائب والأحذية المزخرفة بقوالب خاصة تستعمل لهذا الغرض، ويجيد السراجون استعمالها بحرفية ومهارة. وكانت السراجة من الصناعات الحرفية المهمة على مدى عصور، وتكاد تنقرض لولا أن بعض السراجين أدخلوا عليها روح العصر من الزخارف الحديثة ونقش أسماء وحروف وماركات وأرقام الهواتف المحمولة على بعض منتوجاتها لتمتزج روح العصر الحديث بالقديم، فتولد تحفة فنية بروح عصرية. يتحدث أبو سامر وهو من السراجين القدامى عن هذه المهنة التي تعتبر من أولى المهن التي عرفها الإنسان بعد أن كان يصطاد الحيوانات ليستفيد من لحمها وجلودها. والله هي شغلتنا تبدي احنا حبينا نطوع الجلد لأي مصلحة، يعني طوعناه للحذاء وطوعناه للحزام وللقراب مال المسدس، وحتى كرة القدم دخل بيها الجلد، وحتى سروج الخيل. والجلد فد نعمة فضيلة يعني اللي خلانا رب العالمين نستخدمها بكل مجال كل مجال. وإحنا بدينا المصلحة يعني هاي مصلحتنا، جدي علمها لأبويا وأبويا هم لا يزال يعني هو بالمصلحة، وأني هم ماتين بهاي المصلحة، ولدي أيضا هسه أحفادي هم مدخلهم بهاي المصلحة، وهاي المصلحة حلوة يعني. وأني يعني حبيت أضيف أشياء للمصلحة هاي، لأن أنا خريج سياحة، فحبيت أدخل الجلد وأطوعه على شغلات السياحة للسائح حماتين. سويت آيات قرآنية وسويت آثار العراق وسويت دخلت الجلد بكل 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 استعمالات اشتغلته. إحنا كانت قبل يعني صناعتنا صناعة يدوية، يعني كنا نخيط بالإيد ونسقل بالإيد ونطوع الجلد بالإيد، القالب كنا نسويه يعني على خشب ونشتغل عليها. هسه لا، جت مكاين حديثة، انفتحنا على الدول هماتين سفر، قبل كنا ما نقدر نسافر ما نشوف، هسه شفنا. وحتى يعني نوعية الجلد بالدباغة صار أحسن، والنقشات قمنا قبل كنا نقعد ننقشها يدويا، وهاي كلها نسويها. كنت أقعد أني هيك أقعد بالمبرد الناعم والمنشار أسوي النقشة البسمار وأقعد يدويا. هسه لا، هسه قمت أشتغل كلايش، لو تشوف عندي مجموعة يعني كبيرة من الكلايش والنقشات وهاي أشتغل عليها. يعني هسه الكثرة يعني الكثرة صارت متطلبات الحياة انه تدخل المكننة لهاي الشغلة، بس ما تقدر تستغني عن الصناعة اليدوية. يعني ايضا انا لا يزال يعني اكو شغلات افصلها بيدي انقشها بيدي هالشكل حتى اقدر اتطور، لانه اذا ما استخدم ايدي ما راح اقدر اقص الموديل الجديد، ولا اقدر اسوي النقشة الجديدة، ولا اقدر اسوي القالب الجديد. المفروض يعني حتى الجيل الجديد يتعلم المهنة يعني بالإيد، لا يظل يستغلها على الماكينة، الماكينة ما تطور. العمل اليدوي يطور المصلحة. أنا من وعيت على هاي المصلحة، طبعاً أنا من عمري 6 سنين ويا أبويا وجدي بهاي المصلحة. وعيت على جدي وأبويا يشتغلون حتى اليمنيات الحمر للفلح قبل. وبعدين قمنا نشتغل بالأحذية لأن انقرضت هاي المهنة، واشتغلنا بالسروجة مال الخيل أيضاً. وهم ان انقرضت تعبت يعني الطلب عليها صار قليل، وتدري احنا ورانا عوائل، هاي قمنا نطلع على غير المصالح اسرع، قمنا نشتغل بالاحذيه. الاحذيه دخل عليها المستورد، قامت تجي احذيه رخيصه ولو يعني موديلات حلوه
بس ما بيها تقنيه على مود الرخص مالتها شويه عموم الناس يفضلوها وتركوا يعني الطلب على الحذاء العراقي الجلد الهاي صار الطلب عليه قليل فحولنا من ذيك المهنه الى مهنه الاحزمه وهاي اقرابات للظرف الحالي هسه تتطلب هاي الاشياء نشتغل بها احنا وايضا ضفت لها للسائح العراقي هم يعني اكو ولو السياحه هسه عندنا شويه تعبانه. المحافظات العراقية كلها تأخذ جلود من بغداد وجلود بغداد المقر الوحيد للدباغة مالتها هي النهروان. هنا أكو جلادة يفترون على القصاصيب يمكن شايفهم أنت يلمون الجلد بالبيكمات وما أدري شنو وأكو هنا خانات للجلد هنا بالشواكة يستخدموها ويأخذوها للدبخاين. الدبخاين تملح هاي الجلود وتضربها نورة تقص الشعر مالتها وتدخلها عمليات الدباغة المتكررة. يعني انت جلد تريده مدبوغ بالكروم شكل وجلد مدبوغ بمادة البازنتان شكل ومدبوغ بالعفص النباتي شكل كل واحدة لها استخدامها. يعني الجلد اذا ما يتقبل نقش يشتغلوا وجه مثلا مال حذاء هذا لازم يكون دباغته كروم لانه حتى ما يتمطى يبقى محافظ على شكله. اما جلد الحزام لا مدبوغ نباتي ينقش وبيه تغييرات وتطويع يعني عندنا هم مال هاي القوالب مال المسدسات لازم تاخذ اشكال قالب وهاي لازم تكون دباغتها ماده العفص النباتي. لا يزال ابو سامر يحلم بان تعود حرفه السراجه لتبصر النور من جديد بعد ان خفت نورها في بغداد منذ ما يقارب العقدين. من خلال إقامة معرض متخصص لعرض المنتوجات بوصفها تراثا شعبيا متميزا لا سيما وأنها صناعة محلية متكاملة فغالبا ما تعتمد على الجلود العراقية التي تدبغ وتصنع في بغداد وأحيانا قليلة تستورد من سوريا وتركيا بالإضافة إلى الأدوات البسيطة من ماكنة الخياطة والإبرة والقوالب والمطرقة وخيوط النايلون أو البولستر. أنا عاشق لهذه المهنة يعني عاشقها صدق من صغري يعني وأحب يعني أطورها بأي أسلوب. بالدول الخارج يستفادون من واحد مثلي يروح حتى يعطي محاضرات بالكليات بالمدارس الصناعية تبدي من أنا لازم أنت تخلق لك كادر. هساني مرات هم يجون علي مال أكاديمية مال الفنون الجميلة شغلات أريد جلد أريد نقشات أسوي لهم وأعلمهم شلون ينقشون وأعلمهم شلون يلونون الجلد شلون يطوعوا للجلد. بس هي هاي ما تفيد يعني من هالمجموعة هاي يطلع لك واحد مثلا يشتغل هاي الشغلة البقية بعد ماكو. يراد كادر يعني يتخرج شلون إعدادية الصناعة من تخرج كهرباء وميكانيك ومدري شنو يراد هذا الوسط لازم يطلع مهنيين جدد يستفادون من الخبرات اللي موجودة هسه على مود. واني مستعد عمي والله هم اعطي محاضرات بلا فلوس بس المهم. ويجون هنا ناس هوايه يعني طلاب وطالبات اسوي لهم النقشه وافصل لهم الايات القرانيه واعلمهم شلون ينقشوها وشلون يلونوها. احنا اكثر ما يدخل عندنا يعني بالمصلحه هو جلد الجاموس وجلد البقر. يعني جلد الغنم من ما يدخل عندنا. جلد الغنم يروح للملابس يعني اللي يشتغلوا قماصل وشغلات هاي. اما جلد البقر الاغلبيه احنا هسه تصنيعنا على جلد البقر وجلد الجاموس. نحتاج الجلد الصناعي بس للبطانه يعني ندخل بيه. اما هسه صناعتنا كلها وهاي المنطقه كلها ما تشتغل غير جلد طبيعي 100% وجلود عراقية وذبح عراقي إسلامية. إحنا حتى يعني يجون هسه ناس يقول لك الخطية برقبتك أنا أصلي لازم يكون
جلد عراقي وذبح على الطريقه الاسلاميه ومدبوغ هنا حتى يامن هو من يوقف يصلي يقول لك انا هاي يعني قدام رب العالمين وانا اتحمل المسؤوليه. اذا عندي مثلا جلد هسه اروح انا للصين ما اقدر اجيب جلد صيني لانه ما تدري جلد خنزير جلد بقر جلد مدبوغ يجوز ما مذبوح على الطريقه الاسلاميه كله ما يصير عندنا. حتى المحفظه واحد حاطها بجيبه ويوقف يصلي شويه هاي عندنا شغله الحفاظ على الأشياء الدينية الطقوس الدينية لازم يكون جلدنا ودباغتنا. أكو كادر وسط بين يعني بهالفترة هاي وهاي الأوضاع اللي صارت هنا. يعني هسه أنت العامل اللي يجيك الشغلة عندك مو كفو ما متدرج بالمصلحة يعني ما عنده أساسيات بحيث تقدر تعتمد عليه. يجيك عامل كل شيء ما يعرف يتعلمه في شغلة بسيطة دق طباقة أصبغ ما أدري شنو هاي. أما كفصال بس الكادر القديم وهذا إذا انتهى يمكن احتمال يصير يعني هنا نهاية المصلحة. والله هنا هي هاي أساس المنطقة يعني بيع جملة وبيع محافظات. يعني إحنا على التليفون يخابرنا بمحافظة كربلاء بصرة أنا أزود العراق كله يعني العراق كله يتصل بيها أزوده. هسه كل محافظات بغداد عندي وصولات نقليات هاي يخابرونا دزلهم البضاعة. محافظات عندنا ما يشتغلون هاي الشغل أبدا ولا محافظة عندنا بالعراق تمتهن هاي المهن. كله يعتمدون على صناعة بغداد والجلود أيضا بس ببغداد يعني دباغتها. هناك نمط من الإبداع لا يمكننا إلا الوقوف عنده، فهو يحول الحرفة القديمة إلى فن يعيد إنتاج التراث ويبدع في تقديمه كالسراجة التي ظهرت في أحد أركان القرية العراقية بأبهى صورة، وهي تقدم الجلود الطبيعية لوحات فنية غاية في الألفة والجمال. فمهنة السراجة ما تزال من المهن المهمة في بغداد، وزبائن السراجة ليس من أهالي بغداد فحسب بل من معظم محافظات العراق، وسوق السراجين زاخر بمختلف البضائع الجلدية التي توحي بالجهد اليدوي المتقن المبذول فيها كاللوحات الجلدية والحقائب النسائية ومحفظات النقود والأحزمة، فضلا عن بيوت الأسلحة بمختلف أنواعها وبحسب ما يطلبه الزبون المتبضع.